لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبر يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. العقيدة الثامنة عقيدة الطينة التي يؤمن بها الرافضة. طينة يعني قبر الحسين. مقصود بالطينة عند الرافضة هي طينة قبر الحسين رضي الله عنه. نقل أحد ضلالهم ويدعى محمد النعمان الحارثي الملقب بالشيخ المفيد في كتابه المزار عن أبي عبد الله أنه قال في طينة قبر الحسين الشفاء من كل داء، وهو الداء الأكبر. وقال بعث إلى أبي الحسن الرضا من خراسان رزم ثياب وكان بين ذلك طين، فقيل رسول ما هذا؟ قال طين من قبر الحسين. وسئل أبو عبد الله عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين والتفاضل بينهما، فقال المسبحة التي من طين قبر الحسين تسبح بيدك من غير أن تسبح. كما أن الشيعة تزعم أن الشيعي خلق من طينة خاصة، وده زي اعتقادات اليهود أنهم من طينة خاصة وأنهم يعني شعب الله المختار. كما أن الشيعة تزعم أن الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعة من معاص وجرائم هو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي. قلما يوجد بيت للشيعة لا توجد فيه التربة التي تسجد عليها الشيعة، حتى هم بيأخذوا عن شقفة يعني بي أي مسجد يحط الشقفة يسجدوا عليه. كان عساكر في الحرم يعني من عهد قريب كانوا بيلموا يعني هذه الحجارة من الحرم يعني. فلا يوجد بيت للشيعة لا توجد فيه التربة التي تسجد عليها الشيعة في صلواتها، وهي من تراب كربلاء التي استشهد فيها الحسين. ويرى الشيعة أن السجود على التربة ليس سجودا لها بل سجودا عليها، لأن السجدة في المذهب الشيعي لا يجوز أن تكون إلا على التراب ومشتقاته، يعني ما يسجدش على سجادة مثلا أو حصير، ولا يجوز السجدة على الملبوس والمخيط والمأكول. ولكن الغلو في التربة الحسينية تعدى ذلك بكثير، فكثير من الذين يسجدون على التربة يقبلونها ويتبركون بها، مش بس يسجدوا عليها لا يقبلونها ويتبركون بها. ملايين من الشيعة في شرق الأرض وغربها تلتزم بالسجود على تربة كربلاء ومساجدها مليئة بها، ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصلاة في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى حيث يخفونها ولا يظهرونها خوفا من اعتراض يعني غيرهم عليها. ولست أدري متى دخلت هذه البدعة في صفوف الشيعة، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما سجد قط على تربة كربلاء، ولا الإمام علي ولا الأئمة من بعده سجدوا على شيء اسمه تربة كربلاء، وتقديس التراب لم يكن شيئا مألوفا عند المسلمين. ومن الجائز أن هذه الظاهرة أخذت في التوسع منذ عهد الصوفيين، وعندما أخذت القوافل تزور كربلاء في مراسيم يعني خاصة وتعود محملة من قبر الإمام الحسين رضي الله عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.